حنا خططنا للتحضيرات قبل يعني في شهر 6 قبل ما نمشيو للفريق تمشي للعطله وقبل ما نوقفوا العمل درنا واحد التخطيط. الهدف ديالنا هو خصنا نكونوا جاهزين نهار الاول ديال البطوله ونهار الاول ديال الشامبيونز ليغ. الفريق خصو يكون جاهز. كيفاش هذا الشيء؟ كيخصو يكون جاهز بواحد لا بريباراسيون اللي كتبدا بحال اللي قلتي بدات يوم الاثنين يعني مبكرا. في نفس الوقت تم التعزيز ديال الفريق بأربعة لاعبين جدد، وكذلك في هذا التحضير هذا كاين واحد 6 ولا 7 المقابلات وديه اللي غنوصلوا يعني اخرها غتكون مع البيتيس سيفي، فريق دولي في الحجم العالي، اكبر فرق في اسبانيا، واللي غيخلينا نشوفوا شنو هي الجاهزيه ديال اللعابه ديالنا ونعطيو هذه الامكانيه للعابه ديالنا باش يكون واحد يعني واحد واحد يعني واحد المقابله اللي غتخلينا نشوفوا كيفاش اللعابه ديالنا غيمكن يكونوا في. وكنظن هذه مزيانه للكره المغربيه حيت كتعطي واحد الصوره يعني مزيانه للكره المغربيه ومزيانه للرجاء، مزيانه للرجاء كرويا تكلمنا عليها، وانما مزيانه للرجاء حتى ماليا حيت بحال هذه المقابلات كتخليونا يعني لا توفقنا باش يكون واحد الارباح ماليه، وفي نفس الوقت مزيانه فيما يخص الصوره والماركتينغ ديال الرجاء حيت يعني مزيان نكونوا حاضرين في اللقاءات الدوليه، وانما مزيان كذلك نكونوا حنا اللي كنخلقوا هذه المقابلات الدوليه وكنخلقوا هذه المحافل الرياضيه هذه باش كان يعني كنكرسوا داك الصوره ديال الرجاء اللي فريق عالمي يعني قد براسو كيمكن له يعني هو ينظم مقابلات ومحافل دوليه في المستوى العالي.